السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أصحابي حلوين؟ اليوم سوف نقوم بمراجعة بعض الحروف، هيا بنا نتعرف على الحروف. حرف القا، قا. حرف القا يا حلوين من الحروف القوية، قا. هيا بنا نتعرف على أصحاب حرف القا. قا قلب، قا قلب، قا قفص، قا قفص. قفص ده حلوين بيت العصفور، قا قفص، قا قمر، قا قمر، قا قميص، قا قميص. هيا بنا حلوين نتعرف كتابة حرف القا. نص دايرة فوق السطر، طبق كبير تحت السطر ويطلع يغبط في السطر، ومنتاج فوق راسه نقطتين والفتحة قا قا. يلا بينا نردد ونشدد حرف القا. قا قمر في منازل ومواقيت تهدي السائل، قا قمر في منازل ومواقيت تهدي السائل. باي باي حرف القا. قا حرف الطا، طا طا. هيا بنا نتعرف أصحاب حرف الطا. طا طائرة، طا طائرة، طا طماطم، طا طماطم، طا طبيب، طا طبيب، طا طاووس، طا طاووس. الطاووس يا حلوين من الطيور. هيا بنا نتعرف كتابة حرف الطا. نص دايرة فوق السطر، وأمشي أمشي أمشي على السطر، ومنساش عصاية فوق راسه والفتحة طا طا. شدت حرف الطا يا حلوين. طا طير لا محل له، رب العزة كي نأكله. تاني، طا طير لا محل له، رب العزة كي نأكله. باي باي حرف الطا. حرف الفاء، فاء فاء فاء. حرف الفاء يا حلوين زي ما احنا عارفين قبل كده، حرف الفاء هو حرف القا، بس حرف الفاء عنده نقطة واحدة والقا عنده نقطتين. هي بنا نتعرف كلمات حرف الفاء. فاء فأر، فاء فأر، فاء فراشة، فاء فراشة، فاء فراولة، فاء فراولة، فاء فرس، فاء فرس. شدت حرف الطاء. فاء فرس يعدو يجري بنواصيه كل الخير. تاني، فاء فرس يعدو يجري بنواصيه كل الخير. باي باي حرف الفاء. حرف الحاء، حاء حاء حاء. هيا بنا نتعرف أصحاب حرف الحاء. حاء حقيبة، حاء حقيبة، حاء حمامة، حاء حمامة. الحمامة شطار من الطيور. حاء حليب، حاء حليب، حاء حوض، حاء حوض. هيا بنا نتعرف كتابة حرف الحاء. شرطة نايمة فوق السطر، نص دايرة كبيرة تحت السطر، ومنساش فوق راسه الفتحة حاء. شرطة حرف الحاء يا حلوين. حاء حوض عند الجنة ورسولها حوله يجمعنا. تاني، حاء حوض عند الجنة ورسولها حوله يجمعنا. باي حرف الحاء. حرف الظاء، ظاء. حرف الظاء يا حلوين من الحروف الشائية اللي بتخلينا طلع طرف لساني. ظاء ظاء هو حرف اللسوي. ظاء. هيا بنا نتعرف أصحاب حرف الظاء. ظاء ظرف، ظاء ظرف، ظاء
ظلام، ظ ظلام، ظ ظبي، ظ ظبي. ظبي يا حلوين من الحيوانات، هي بنعرف عرفت ثابت حرف الظا. حرف الظا يا حلوين اخوه طا طا. بس حرف الظا دايما حرف شقي وبيفضل يقول لاخوه انا عندي نقطه فوق راسي وانت لا. هيا بنا نص دايره فوق الصاد، يمشي 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 على الصاد، وما نساش العصايه والنقطه وما نساش الفتحه. ظا ظا. شو ده حرف الظا يا حلوين؟ ظا ظهر للإنسان، سبحان ربي المنان. تاني، ظا ظهر للإنسان، سبحان ربي المنان. باي باي حرف الظا. حرف عندي يا حلوين حرف الراء. را را را. هي بنانة تعرف أصحاب حرف الراء. را رجل، را رجل، را رأس، را رأس، را رأس، را رقبة، را رقبة، را رصيف، را رصيف، را رم، را رم. هيا بنا نتعرف كتابة حرف الراء. سن صغيرة فوق الصد ويجري يتزحلق زي الموزة وما نساش الفتحة. را. شو ده حرف الراء يا حلوين؟ را رجل عارف الدين، فهو صدوق وهو أمين. را رجل عارف الدين، فهو صدوق وهو أمين. يلا حلوين نشوف الحروف بتاعتنا نكون منها كلمة ايه. ق ط ف. قطف، ق ط ف. قطف. ح ظ ر. حذر، ح ظ ر. حذر. باي باي حلوين.